نتكلم او زي ما اتكلمت مع حضراتكم عن تنظيم مصر لقرعه كاس الامم الافريقيه 2019. زي ما قلت لحضراتكم نجاح كبير جدا لمصر ولوزاره الشباب والرياضه ولكل القائمين ولاتحاد الكوره ومن قبلهم الحقيقه رئيس الوزراء دكتور اشرف. الف مبروك الحقيقه، تنظيم رائع وحاجه مبهره جدا وحاجه مشرفه جدا لمصر. كابتن اسلام متشكر جدا، وان شاء الله دايما التوفيق لينا لمصر بلدنا ورئيسنا يعني. تمام، يعني سيادة الوزير الحقيقة التنظيم شكله حلو جدا في مكان مبهر وشيء جميل جدا، كيف وجدت ردود الأفعال يا فندم؟ والله أنا يعني نسألكم ردود الأفعال. المهم إحنا يعني الحمد لله كان في شيء تنظيم بشكل كبير، اخترنا يعني من أفضل أماكن الدنيا اللي بتعبر عن تراثنا وتاريخنا، والحمد لله يعني ان شاء الله تكون حاجه يعني عالميه. احنا كمصريين نقول نفتخر دايما بما نعمل ونثق في نفسنا وفي قدراتنا وفي قيادتنا دايما وقيادتنا السياسيه. يعني منذ ان وقعت الامور واصبحت مصر هي التي ستنظم كاس الامم الافريقيه وحتى الان، بالنسبه للكثير او للكثيرين ان الموضوع ده او ان الوقت كان ضيق جدا جدا، ولكن في النهايه سياده الوزير اعتقد ان ده نجاح مبهر جدا لمصر ونجاح للوزاره ونجاح لاتحاد الكوره ومن قبلهم الحقيقه السيد رئيس الوزراء ومن قبلهم طبعا السيد رئيس الجمهوريه. حاجه يعني كلنا قاعدين بنتفرج على الافتتاح واحنا منبهرين، في ضيق الوقت ده قدرتوا تعملوا كده ازاي يا فندم؟ بصوا، اولا يعني في دعم كل القياده السياسيه بشكل كبير جدا على حدث يعني مصر بتاخده في تحدي موضوع فعلا الفكره ان ثلاث شهور تعمل حدث كبير زي كده، ده شيء كبير. اكيد بالتخطيط الكويس بالعمل الجاد يعني الحمد لله، دي يمكن القرعه كان جميل جدا لان هي الصوره الذهنية الأولى، إن شاء الله نكمل بعد كده بقية الأجزاء يعني بقية الدورة إن شاء الله يعني. طب نظرنا طبعا من عند من مكان حضرتك ومكاننا ده بقى جماهير مصر إن شاء الله يعني تراعي إحنا إزاي كلنا ننجح الدورة ديت، المنظومة كلها مش واحد لوحده في إدارة الدورة لوحدها، جماهير وكل الناس لازم إن شاء الله يبقوا قاعدين على قد بعض علشان ان شاء الله يكون 2019 حاجه بتعبر عن مصر وادائها وادائنا وكل حاجه. تمام سياده الوزير، طمنا على الاستادات اللي كان من المفترض ان هي هتقوم مصر كله في... شغال كله شغال يا كابتن اسلام بجدول وكله شغال ان شاء الله يبقى كويس، بس هستاذنك عشان بقيه الفعاليات شغاله دلوقتي. أنا اللي بشكر حضرتك جدا يا فندم، ولكن كان واجب إن احنا نشكر حضرتك ونبارك لك على هذا الافتتاح الرائع الحقيقة، ونشكرك شكرا جزيلا سيادة الوزير الوزير أشرف صبحي. الحقيقة برضو كان بيكلمنا عن الافتتاح وشكل الافتتاح لأن طبعا هو